فندى مصدر حكومي مسؤول المغالطات التي أوردتها ميليشيات الحوثي بشأن الهدنة وبنودها والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام ولفت المصدر إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام وأضاف المصدر أنه منذ اتفاق السلم والشراكة مرورا بمفاوضات الكويت واتفاق ستوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية عمدت ميليشيات الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب